زيارة كلنا كنا مستنيينها وتابعناها بالأمس، زيارة كنا بنأمل أنها تبعث الروح مرة تانية في جزة السياحة المصرية. خلينا نقول أنه من 2011 وحتى الآن السياحة بتمر بفترات يعني صعبة 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 في تاريخها. وأنا بتكلم على زيارة نجم الكرة العالمية ونادي برشلونة، منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي للقاهرة تحديدا. يمكن كلنا بقى تابعنا امبارح منطقة الأهرامات الأثرية، الترويج اللي اتعمل من خلال الحملة السياحة العلاجية للعلاج من فيروس سي. خليني أقول أن الزيارة كانت محطة أنظار العالم، محطات تلفزيونية عالمية، قنوات، مواقع إخبارية كلها كانت بدون مبالغة متواجدة. يعني مثلا على سبيل المثال لا الحصري، سي ان ان، بي بي سي، موقع الفيفا، غيرها من المواقع الكتيرة اللي اهتمت بهذه الزيارة. اهتمت ليه؟ لأنه لاعب بحجم ليونيل ميسي زيارته لدولة بتمتلك حضارة عمرها 7000 سنة، يمكن ده اللي عبر عنه اللاعب نفسه امبارح لما قال للدكتور زاهي حواس اللي اصطحبه في زيارة للأهرامات انه قد ايه معجب بالحضارة المصرية القديمة، وقال كان حلمي أزور هذا المكان التاريخي. وايضا سال كمان عن الملك توتخ عنخ امون وطريقه موته وعن نفرتيتي. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم ان توت عنخ امون بالنسبه للعالم يعني حاجه كبيره قوي، يعني بالذات تحديدا توت عنخ امون الكل بيبقى عايز يعرف عنه اكتر، الكل بيبقى مهتم بيه اكتر يعني، ونفرتيتي طبعا يعني.